بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب التمتع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب التمتع. التمتع المراد به تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا هو التمتع. قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والتمتع بالعمرة إلى الحج معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم إذا وصل إلى مكة أدى مناسكها، ثم تحلل من إحرامه وحل له ما كان محظوراً بالإحرام. فإذا كان يوم التروية أو يوم عرفة يحرم بالحج. سمي هذا تمتعاً لأنه جمع بين نسكين في سفر واحد، في سفر واحد. أو أنه يحرم بالحج ثم يفسخ النية بعد الطواف والسعي، يفسخ النية من حج إلى عمرة، وهو ما يسمى بفسخ الحج إلى العمرة، ثم يحرم بالحج بعد ذلك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك. لما طافوا هم محرمون بالحج، فلما طافوا وسعوا أمرهم أن يحلقوا رؤوسه وأن يجعلوها عمرة وأن يحرموا بالحج بعد ذلك. هذا هو تمتع بالعمرة إلى الحج، وهو أفضل الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وتمنى أن يكون مثلهم لولا أنه ساق الهدي الذي يمنعه من الإحلال، فدل على أن هذا هو أفضل أنواع النسك الثلاثة التي هي التمتع أو القران أو الإفراد. وعرفنا معنى التمتع. وأما القران فمعناه أن يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات مقترنين، أو يحرم بالعمرة أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، يتحول من متمتع إلى قارن. يحرم بالعمرة من الميقات ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، فيكون بذلك قارنا. يجمع بين نسكين في سفر واحد، وأيضا تدخل العمرة في الحج ويكفيهما طواف واحد وسعي واحد. فأعمال القران أقل أعمالا من التمتع. يسمى القران تمتعا لأنه جمع بين نسكين في سفر واحد، ولكن فرقه عن المتمتع أنه لم يحل بين العمرة والحج، وأما المتمتع فهو يحل بينهما كما سبق. وعلى الجميع الهدي، لأن هذا نوع من التمتع، فيدخل في قوله تعالى: من تمتع بالعمرة إلى الحج، يدخل. هذا هو القران. أما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط من الميقات ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي المناسك يوم العيد، وليس عليه هدي لأنه لم يجمع بين نسكين، وإنما جاء بنسك واحد وهو الحج.
والله إنما أوجب العمرة على المتمتع، وهذا غير متمتع، هذا مفرد، مفرد للحج فقط. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام وكأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته، فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث فيه أن هذا الراوي ابن أبي جمرة سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة. ما سبب سؤاله؟ لأنه حصل فيها اختلاف بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس كره أن يجمع بين عمرة وحج في سفر واحد، لأنه يريد أن يكون الحج في سفر والعمرة في سفر حتى لا تنقطع الزيارة للبيت، لا يبقى البيت مهجورا. فإذا فتح للناس باب التمتع فإن هذا يقلل من التردد على البيت خلال السنة. هذا وجه كراهية من كره التمتع. ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو بكر الصديق، وابن الزبير، كانوا ينهون عن التمتع لهذا الغرض كما قلت لكم، لهذا الغرض، لئلا ينقطع أو يقل، لئلا يقل الوافد على البيت. هذه وجهة نظره. ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يجب الأخذ بها، وأما من خالفها فلا يعتبر قوله كائنا من كان، حتى ولو كان أبا بكر أو عمر أو ابن الزبير أو غيره. العبرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر. فهذا من باب الإنكار على من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان أفضل الناس، أفضل الأمة بلا شك أبو بكر وعمر، ومع هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه المقالة، مما يدل على أن العبرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أقوال المجتهدين فإذا خالفت النص فلا عبرة بها. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، من استبانت له. أما ما دام أنه ما تبين وإنما هو اجتهاد واختلاف وكل واحد له احتمال من الصحة فلا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن بعد ما يتبين الدليل يجب الأخذ به. هذا وجهة من كره العمر التمتع، وهذا دليل من قال بالتمتع، وهم ابن عباس وغيره ممن يرون التمتع وهو الصحيح، قولهم هو الصحيح. وسأله أيضا عن الهدي فقال: جزور. والجزور هو البعير، الجزور هو البعير أو بدنة أو بقرة أو شاة، يعني يكون الهدي من هذه الثلاثة، من بهيمة الأنعام، إما من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو سبع بدنة. الشاة لا تجزي إلا عن واحد،
وأما الإبل والبقر فكل واحدة تجزي عن سبعة، يشترك السبعة في بدنة أو في بقرة، هكذا وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشاة عن واحد وأن البدنة أو البقرة عن سبعة، فإذا اشترك سبعة في بعير أو في بقرة فهي عن سبع من الهدي، عن سبع من الهدي. قالوا وحتى لو كان بعض المشتركين يريد اللحم ولا يريد النسك فلا بأس، لو جيت عند بعير يبي يذبح أكثر الذين يريدون يذبحون يريدون اللحم، وقلت أنا بدفع معكم السبع وأنا أريد الهدي وهم يريدون اللحم، صح هذا يجزي هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وابن عباس هنا يقول أو سبع أو سبع بدنة. نعم. وفي الحديث أن الرؤيا يستأنس بها إذا وافقت الحكم الشرعي، يستأنس بها إذا وافقت الحكم الشرعي، فإن ابن عباس رضي الله عنه فرح بها لما وافقت فتواه. أما أن الرؤيا يعتمد عليها ويؤسس عليها حكم شرعي هذا لا يجوز، لأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع، فلو جاك واحد بالرؤيا وقال اذبح أو صم أو صل كذا وكذا فلا تطعه، هذا باطل، لأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك تشريع لا في رؤيا ولا في غيرها. لكن إذا صارت رؤيا توافق ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها يستأنس بها ويفرح بها. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعد حديث. نعم. عن أبي جمرة. نعم. عن أبي باب التمتع. نعم. عن أبي جمرة، عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. نعم. قال وكأن ناسا كرهوها. كرهوا يعني المتعة، كرهوا المتعة. نعم. فنمت فرأيت في المنام وكأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. يعني أبو جمرة لما تمتع، لما أفتاه ابن عباس وتمتع رأى هذه الرؤيا التي تقر ما فعله، وأن قائل يقول حج مبرور أو متعة متقبلة بعدما فعل هذا، فاستأنس بها على أن عمله صحيح وصواب، ولا شك أنه الصواب ما وافق السنة فهو الصواب. نعم. حتى لو ما رأى رؤيا دام أن هذا يوافق السنة فهو صحيح وصواب حق. نعم. قال فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث التكبير، في الحديث التكبير عند التعجب أو عندما يرى الإنسان ما يسره فإنه يكبر، قل الله أكبر. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج،
فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذو الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف. فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. نعم، وهذا حديث ابن عمر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأه جملة جملة. نعم، أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. نعم، قوله تمتع رسول الله معناه أنه قرن بين الحج والعمرة، والقارن يسمى متمتع لأنه جمع بين الحج والعمرة يسمى متمتع. فمعناه أن الرسول أحرم بالعمرة والحج من ذي الحليفة من الميقات، هذا معنى تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، وليس معناه أنه أحرم بالعمرة أولاً ثم فرغ منها ثم أحرم بالحج بعد ذلك، لا، الرسول لم يفعل هذا. آخر الحديث يدل على أن الرسول لم يتحلل بين الحج بين العمرة والحج، وإنما بقي على إحرامه. فيكون المراد بقوله تمتع رسول الله بالعمرة والحج أي جمع بين العمرة والحج في إحرامه قارنا عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصحيح في نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحرم قارنا. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا. نعم، صلى الله عليه. وأهدى فساق معه الهدي. نعم، هذا حكم آخر، وهو أنه أن الأفضل أن يسوق الهدي معه من الميقات، هذا هو الأفضل والأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه من الميقات معه واستصحبه معه، ولو لم يسقه من الميقات واشتراه من الطريق أو اشتراه من الحرم فلا بأس بذلك، لكن الأفضل والأكمل أن يسوقه من الميقات من حين يحرم، هذا أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والهدي هو ما يهدى إلى البيت تقربا إلى الله جل وعلا، ما يهدى إلى البيت من الإبل أو البقر أو الغنم ويذبح هناك تقربا إلى الله، ويتصدق بلحمه على الفقراء والمساكين، ويؤكل منه، يأكل منه صاحبه. نعم. وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. نعم. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، كما سبق أن معناه أنه أهل بعمرة وحج معا قارنا عليه الصلاة والسلام. نعم، قال الإمام أحمد: لا أشك أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. وآخر الحديث يدل على هذا، لأنه لو كان متمتعا
بالعمرة إلى الحج بالمعنى الأول لأحل من العمرة، كما فعل الصحابة الذين معهم. دل على أن المراد بالتمتع هنا القران. نعم. فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله. حملوا قوله أهل بالعمرة ثم بالحج على التلبية، يعني لبى بالعمرة تارة وتارة لبى بالحج، حملوه على التلبية وليس على عقد الإحرام، وإنما المراد به التلبية، تارة يذكر العمرة وتارة يذكر الحج. نعم. في تلبيته. نعم. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج. نعم. وكذلك الناس أحرموا قارنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا إلى البيت وطافوا وسعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ساقوا الهدي أن يبقوا على إحرامهم، وهو كذلك ساق الهدي عليه الصلاة والسلام فبقي على إحرامه. وأما الذين لم يسوقوا هديا أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة ويجعلوها تمتعا لأنهم لم يسوقوا هديا. نعم. فكان من الناس من أهدى يعني ساق الهدي. كان من الناس من أهدى يعني ساق الهدي معه كما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فساق الهدي من ذو الحليفة. نعم. ومنهم من لم يهدي أصلا، أحرم متمتعا وهو ليس معه هدي. نعم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني وقت ذبحه يوم العيد. نعم. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. نعم. واضح، هذا واضح، أن الذين ساقوا الهدي من الميقات يبقون على إحرامهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من لم يسق الهدي فإنه يحول إحرامه إلى تمتع، يفسخ الحج إلى العمرة ويجعله تمتعا ويحل من إحرامه بعد العمرة ثم يحرم بالحج بعد ذلك، ويكون عليه هدي التمتع. نعم. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة. وبالصفا والمروة يعني يسعى بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالسعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا أيضا. نعم. وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. هذا هو التمتع، أن يفصل بين العمرة والحج بتحلل، إذا أكمل مناسك العمرة يحل ويلبس ثيابه، ويباح له ما كان من محظورات الإحرام لأنه عاد حلالا كحالته قبل الإحرام. نعم. فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم. هذا المتمتع والقارن، المتمتع والقارن كل منهما يجب عليه الهدي، فما استيسر من الهدي. وكما سبق أن الهدي إما بعير وإما بقرة وإما شاة، وأن البعير والبقرة يجزيان عن 7، وأن الشاة تجزي عن 1 فقط. فمن لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة. والثلاثة التي في الحج الأحسن أن يصومها قبل يوم عرفة،
الأحسن أن يصومها قبل يوم عرفة من حين يحرم بالعمرة. إذا أحرم بالعمرة جاز له أن يصوم الثلاثة إلى يوم عرفة، كل وقت لصيام الثلاثة، كل وقت لصيام الثلاثة. فإن فات ما قبل العرفة ولم يصم، يعني ما يحسبه معه هدي وبعدين معه نقود يذبح، لكن تبين أنه ما معه شيء أو ضاعت نقوده، عرض له عارض لا يتمكن معه من الفدية، يصوم الثلاثة في أيام التشريق، 11 و12 و13، لأجل أن يؤديها في الحج، وهذه رخصة، وإلا أيام التشريق يحرم صيامها، لكن هذه رخصة لمن لم يجد الهدي أن يصومها. نعم. و7 إذا رجع إلى أهله. إذا رجع إلى أهله، هل المراد إذا رجع إلى بلده أو أنه إذا فرغ من مناسك الحج؟ احتمالان، والأمر واسع، سواء صامها بعد فراغه من الحج ولو في الطريق وهو راجع، أو لا يصومها حتى يصل إلى بلده، لا مانع من ذلك، كله يدخل في قوله 7 إذا رجعت. رجعتم يعني من الحج، إما في الطريق وإما عند أهله، ليتكامل له 10 بدلاً من الفدية، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء. نعم، هذا فيه دليل على أن القارن والمفرد إذا قدم إلى مكة يستحب له أن يطوف طواف القدوم، هذا السنة، طواف القدوم سنة. نعم. واستلم الركن أول شيء. نعم، هذا يدل على أنه يبدأ الطواف من الحجر، ويستلمه بيده، يمسحه بيده ويقبله إن أمكن كما سبق، أو يشير إليه إذا وجد الزحام، يشير إليه، يحاذيه ويشير إليه، ثم يستمر في الطواف إلى أن يكمل 7 أشواط. نعم، من الحجر إلى الحجر، كل شوط من الحجر إلى الحجر. نعم. ثم خب 3 أطواف من 7 كما سبق. هذا الرمل، وهو أن يسرع المشي مع تقارب الخطى، والحكمة في ذلك كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه في عمرة القضاء لإغاظة المشركين، ليظهروا القوة أمام العدو. ثم بقي سنة، هذا استمر سنة، لأن الرسول فعله في حجة الوداع، دل على أنه باقي ولم ينتهي بوقت وجود المشركين، وأنه مستمر إلى قيام الساعة. نعم. ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4. أي نعم، أنه في الأشواط 4 الباقية يمشي على هينته إبقاء عليه، لأنه لو يخب جميع الأشواط 7 فهذا ينهكه ويتعبه، فيمشي في الأشواط 4 الباقية لأجل يأخذ راحته، ولأنه حصل المقصود وهو إظهار السنة. نعم. سمع. وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ثم سلم. نعم، وهذا يدل على استحباب صلاة 2 بعد الطواف، قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني صلوا عنده، صلوا عند مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم هو الصخرة التي قام عليها حين بناء الكعبة، لما ارتفع البناء جاء بصخرة فصار يقف عليها ثم ترتفع به عليه الصلاة والسلام،
ويبني الكعبة. هذه من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فجعل الله هذه الصخرة مشعراً من مشاعره يصلى عندها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليها بعد الطواف، يجعلها بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين ويقرأ هذه الآية: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا سنة، سنة للطواف. وإذا كان المقام مزدحماً ولا يتمكن من الصلاة فيه، صلي الركعتين في أي مكان من أرجاء الحرم، في أي مكان في تيسر له، في الأروقة أو في الدور الأرضي أو في الدور الثاني أو في الدور الثالث في السطح، كله جائز الحمد لله. أو حتى يصليها في بيته أو في أي مكان من الحرم داخل الأميال، كله حرم والحمد لله. لكن الأفضل إذا تمكن أن يصليها عند المقام، هذا هو الأفضل. نعم. صلى الله عليه. ثم سلم فانصرف فأتى الصفا. سلم يعني من الصلاة، من صلاة الركعتين. نعم. فانصرف فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة 7 أطواف. كما ذكرنا سابقا أن السعي يسمى طوافا. قوله طاف بين الصفا والمروة يعني سعى. وفيه دليل على أن القارن والمفرد لهما أن يقدم سعي الحج بعد طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم سعي الحج بعد طواف الإفاضة، فله ذلك. إن شاء قدمه بعد طواف القدوم، إن شاء قدمه بعد طواف القدوم، وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة، مخير القارن والمفرد له أن يقدم طواف الإفاضة، له أن يقدم السعي، له أن يقدم السعي بعد طواف القدوم أو يؤخره بعد طواف الإفاضة، مخير. نعم. أحسن الله عليك. فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه. نعم. في دليل على أنه يشترط في الطواف والسعي 7 أشواط كاملة، 7 أشواط كاملة. الأشواط الطواف من الحجر إلى الحجر، وأشواط السعي من الصفا إلى المروة، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، أن يسعى ما بين الصفا والمروة، يستكمل ما بين الصفا والمروة، لا يبقى شيء مما بين الصفا والمروة. وأما الصعود على الصفا والمروة فهذا سنة ما هو واجب، إنما الواجب أن يستكمل ما بين الصفا والمروة، وأما الصعود فهو زيادة عمل، إن تيسر يصعد وإلا يكفي أنه يقف تحت الصفا وتحت المروة. نعم. ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت. نعم. هذا دليل على أن القارن الذي ساق الهدي، القارن الذي ساق الهدي من الحل، أنه يبقى على إحرامه قارنا ولا يحوله إلى عمرة ويتمتع إلى الحج، بل يبقى قارنا حتى ينحر هديه يوم النحر. قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فيبقى. فإذا صار يوم العيد رمى الجمرة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم لبس ثيابه وتطيب ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، ثم حل له كل شيء من محظورات الإحرام، سمى التحلل الثاني. وأما التحلل بعد الرمي وبعد الحلق فهذا يسمى التحلل الأول،
يباح له كل شيء من محظورات الإحرام ما عدا زوجته. فإذا أدى الثلاثة طاف طواف الإفاضة، يعني رمى وحلق وطاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي، حلت له كل محظورات الإحرام حتى امرأته، ويسمى التحلل الثاني. نعم. ثم لم يحل من شيء حرم منه. نعم. أعد هذه. فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة أطواف. لا، قبل، فلما كان يوم العيد. وركع حين قضى طوافه بالبيت. نعم. عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا. خلصنا من هذا، شو اللي بعده؟ نعم. ثم لم يحل من شيء. ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. أي نعم، هذا دليل على أنه ما يكفي واحد. يعني بعض الناس يقول إذا رمى يكفي له أنه يلبس ثيابه ويتطيب، إذا فعل واحدا يعني رمى أو حلق أو طاف فعل واحدا من الثلاثة، وهذا يخالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يتحلل حتى فعل المناسك كلها، الرمي والحلق والطواف، وهذا ما يسمى بالتحلل الكامل. التحلل الأول إذا فعل الاثنين، رمى وحلق، رمى وحلق فعل اثنين من ثلاث. نعم. وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل ما فعل. حل من كل شيء حرم منه بالإحرام، يعني ما هو معناه أنه حل له كل شيء حرام عليه، لا، الحرام حرام يبقى دائما، الميتة والدم ولحم الخنزير والربا والزنا والسرقة هذه حرام دائما على المحرم وغيره، وإنما المراد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، حرم عليه بالإحرام كحلق رأسه والطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط والاستمتاع بزوجته، هذا معناه. نعم. وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. نعم، الذين معهم هدي ساقوه من الحل أو من الميقات يبقون قارنين ولا يحلون من إحرامهم إلا يوم العيد. نعم. عن حفصة. وأما الذين ليس معهم هدي فكما سبق إذا طافوا وسعوا يحلقون رؤوسهم أو يقصرون ثم يتحللون من الإحرام، ثم إذا كان يوم التروية يحرمون بالحج، هذا ما فعله القسم الثاني من الصحابة الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لم يسوقوا هديا. نعم. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم، هذه حفصة بنت عمر رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، سألته، وهذا أيضا زيادة تأكيد زيادة بيان، سألته لما لم تحل أنت مع الناس وبقيت محرما بعد الطواف والسعي، لما لم تحل؟ قال إني لبثت رأسي وسقت الهدي. ذكر لها المانع وهو سوق الهدي، وأنه من ساق الهدي لا يحل له أن يحل إلا إذا ذبحه يوم العيد، قوله تعالى حتى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة؟ حلوا من العمرة يعني اللي ما ليس معهم هدي، الذين ليس معهم هدي، لماذا حلوا وأنت لم تحل؟ بين لها أن الذي منعه هو الهدي، هو سوق الهدي. نعم.
ولم تحلل أنت من عمرتك، فقال إني لبت رأسي. لبت رأسي، تلبيد الرأس أن يضع عليه شيئا يثبته من الانتفاش والشعث، شيء مادة تثبته كالصمغ ونحوه. نعم. وقلدت هدي، تقليد الهدي أن يجعل على الإبل قلائد، قلائد علامة على أنه هدي حتى لا يتعرض له في الطريق. نعم. فلا أحل حتى أنحر. أي نعم، شرح لها صلى الله عليه وسلم السبب الذي منعه من تحلل من العمرة، وأنه لا يحل من ساق الهدي حتى يذبح الهدي يوم العيد ويكون قارنا بين الحج والعمرة. نعم. أحسن الله عليك. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال أنزلت آية المتعة، آية المتعة في كتاب الله. متعة، متعة. نعم. ففعلناها. أنزلت آية المتعة. نعم. في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه. وعن إيش؟ ففعلناها مع رسول الحبيب من أول. وعن عمران بن حسين. نعم. رضي الله عنه. نعم. أنه قال أنزلت آية المتعة. نعم. في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه. نعم. ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر. نعم، هذا عود إلى ما ورد في أول الباب في أن عمران بن حسين أيضا يستنكر مثل ما استنكر ابن عباس على الذين يمنعون من التمتع بالعمرة إلى الحج، أنه يستنكر على من منع التمتع بالعمرة إلى الحج تحلل بينهما، أن هذا شيء نزل به القرآن، قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، 7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. هذه الآية نزلت تدل على جواز التمتع بالعمرة إلى الحج، وأن من تمتع بالعمرة إلى الحج وجب عليه الهدي، هذا مراد عمران رضي الله عنه. ولم ينزل قرآن ينسخها، ما نزل آية أخرى تنسخ هذه الآية فهي باقية، ولا نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دليل على جواز النسخ، على أنه يجوز النسخ بالقرآن ونسخ القرآن بالقرآن، ويجوز نسخ القرآن بالسنة، لأنه قال ولم ينهى عنها، دل على أنه لو نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم صار نسخا للقرآن، هذا فيه دليل على النسخ، وأنه يكون نسخ القرآن بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة النبوية، وأنه ما لم ينسخ فإنه يبقى مستمرا. نعم. حتى قال رجل برأيه، يشير إلى عمر رضي الله عنه، برأيه، قال برأيه، ما عنده دليل، برأيه، اجتهاد منه رضي الله عنه، وهذا لا يعتبر مع الدليل، الاجتهاد يقولون، ولذلك قالوا لا اجتهاد مع النص، حتى ولو كان المجتهد من أفضل أو أفضل الناس فهو عمر رضي الله عنه. نعم. ولمسلم نزلت آية المتعة، وكما ذكرنا لكم أن عمر لا يعترض على حكم الله، حكم رسوله، حاشا وكلا، وإنما قصده إن الناس لا ينقطعون عن زيارة البيت، وكأنه يرى أن فسخ الحج إلى العمرة أنه نسخ، أو أنه خاص بالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني فيه من يرى هذا، فيه من يرى أن فسخ الحج إلى العمرة ليس عاماً، وإنما هو خاص بمن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رأي، ولكن كما ذكرنا الرأي لا قيمة له مع النص. نعم. أحسن الله إليك. قال البخاري يقال إنه عمر،
نعم هو عمر أو غيره، المهم أنه لا كلام لأحد مع النص. نعم. ولمسلم نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول يعني متعة الحج. هذا يفسر الرواية الأولى نزلت المتعة في كتاب الله، لئلا يتوهم أحد أن المراد المتعة بالنساء، أن المراد المتعة بالنساء. فالرواية الثانية تفسر الرواية الأولى أن المراد متعة الحج، يعني التمتع بالعمرة إلى الحج. نعم. أحسن الله عليك. ولمسلم نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، يعني متعة الحج لا متعة النساء. نعم. وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. أي نعم، فهذا دليل على أن المتعة باقية وليست خاصة بالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه رد على الذين يرون أنها خاصة بالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي عامة للأمة. ولهذا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل للأبد. نعم. ولهما بمعنى. نعم. باب الهدي. نعم، الهدي والهدية معناه ما يهدى إلى البيت، الهدي معناه هنا ما يهدى إلى البيت تقربا إلى الله جل وعلا، وهو ينقسم إلى قسمين: هدي تطوع وهدي واجب. والهدي الواجب ينقسم إلى هدي نسك كهدي التمتع والقران، وإلى هدي جبران، هدي جبران وهو ما كان عن ترك واجب أو فعل محظور. نعم. أحسن الله إليك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. نعم، هذا الحديث يدل على مشروعية الهدي إلى البيت، مشروعية الهدي إلى البيت، وإن لم يكن واجبا فيستحب للإنسان أنه يهدي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه دليل على أن الهدي يقلد، يعني يجعل في رقابه قلائد حتى يعرف أنه هدي فلا يتعرض له. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد. والقلائد المراد به ما يقلد الهدي في رقابه من البقر أو من الغنم أو من الإبل، يجعل في رقابه قلائد حتى يعرف أنه هدي فلا يتعرض له حتى يبلغ محله. وأما الإشعار، إشعار الهدي، فمعناه أنه في الإبل، أنه في الإبل يكشط سنام البعير من الجانب الأيمن حتى يسيل الدم، ثم يمسح على صفحة السنام ليبقى أثر الدم عليه حتى يعرف أنه هدي. هذا معنى الإشعار، معنى الإشعار: لا تحلوا شعائر الله. فالهدي يجعل له علامتان: القلائد على رقابه، والإشعار، وهذا خاص بالإبل. أما الغنم فلا تشعر لأنها ضعيفة، إنما هذا خاص بالإبل، يكشط جانب السنام فإذا سال الدم يمسح على السنام حتى يعرف أنه هدي فلا يتعرض له. ففي الحديث دليل على إشعار الهدي وتقليده، هذه مسألة. المسألة الثانية في الحديث دليل على أن الهدي ليس خاصاً بالحاج والمعتمر، فيجوز للإنسان يهدي ولو كان غير حاج ولا معتمر،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى وهو في المدينة، لم يحرم. فللإنسان أنه يرسل هدي إلى الكعبة ويوكل عليه من يبلغه ويذبحه هناك ويوزعه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه أن من أهدى ولم يحرم فإنه لا يحرم عليه شيء، لا يحرم عليه شيء. ويقول أنا أهديت ما أحلق رأسي، أنا أهديت ما أحلق رأسي حتى يذبح الهدي، لا هذا ما أحرم له أن يحلق رأسه، ولو كان إنه أرسل الهدي له يحلق رأسه، له يتمتع بزوجته، له يتطيب، لأنه لم يحرم. وأن إرسال الهدي لا يمنعه من ذلك، إنما الذي يمنع من ذلك الإحرام. ولهذا قالت وبقي حلالا في المدينة. نعم أعد. أحسن الله لك. عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها. ثم أشعرها، عرفنا الإشعار أنه خاص للإبل. نعم. وقلدها، قلدها يعني جعل القلائد في رقابها. نعم. أو قلدتها، أو هي التي قلدتها نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعث بها إلى البيت. هذا فيه دليل على جواز التوكيل في تولي الهدي، فيه دليل على جواز التوكيل في تولي الهدي بالذهاب به إلى البيت ونحره هناك وتوزيع لحمه. الوكيل يقوم مقام الموكل في هذا. نعم. ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة. أي نعم، دل على أنه ما يشترط للهدي أن يكون المهدي محرما، بل يهدي ولو كان لم يحرم. نعم. فما حرم عليه شيء كان له حلا. نعم، ما يجوز، ما يحرم عليه بعث الهدي، ما يحرم عليه شيء مما أحل الله له من الطيب والنساء ولبس المخيط وتغطية الرأس، إنما هذا خاص بالمحرم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت وقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا خاص بالمحرم وليس هو بمن بعث الهدي ولم يحرم. نعم. أحسن الله إليك. عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. نعم، هذا دليل على أن الهدي يكون من الغنم، يكون من الغنم كما يكون من الإبل ويكون من البقر. نعم، من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فلو أهدى من غير بهيمة الأنعام لم يشرع هذا. لو أهدى الضبا أو الأرانب أو سمك أو غير ذلك ما يشرع هذا، أليس هذا بالهدي؟ الهدي خاص ببهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله لو أهدى مثلا غير هذه ما صار هدي، لو أهدى الأرانب أو الضبا أو الطيور، أهدى الطيور أو غير ذلك من اللحوم ما يعتبر هذا من الهدي، قد يعتبر صدقة لكن ما يعتبر هدي. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها، وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. نعم، هذا فيه دليل على أن الهدي يركب، لا بأس أن ينتفع به، لا بأس أن ينتفع به انتفاعا لا يضره، له أن يركبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يركب الناقة، قال إنها بدنة يعني هدي، بدنة يعني هدي، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، يتأكد من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اركبها ويلك، وفي رواية ويحك، هذا من باب الزجر له،
دل على أنه يجوز الانتفاع بالهدي ما لم يذبح، يركب ويوضع عليه الشيء الخفيف، يحمل عليه الشيء الخفيف الذي لا يضره. نعم. أحسن الله إليك. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. يكفي، نقف عند الله. نعم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من لم يجد الهدي هل يصوم السبعة أيام متفرقة أو متتابعة؟ السبعة ما في مانع، صومها متفرقة أو متتابعة، وكونها متتابعة أفضل، لأن الله لم يشترط فيها شيء، قالوا سبعة إذا رجعت، أما الثلاثة اشترط فيها أن تكون في الحج. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام في الحج، ثم إذا لما رجع توفر معه ما يهدي به، هل يكمل صيامه؟ يكمل صيامه وليس عليه هدي، لأن العبرة بحالته، لأن العبرة بحالته وقت الحج، العبرة بحالته وقت الحج، وقد صام الثلاثة فيكمل السبعة ولو وجد في بلده دراهم ونقود. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لقد ذهبت إلى العمرة في شهر رمضان وقدمت عن طريق السيل الكبير، ولكن جهلت مكان الميقات بالتحديد، وبعد أن تعديت الميقات غلب على ظني أنني لازلت في حدود الميقات، تنبهت إلى مرور الناس من حولي وقد عقدوا الإحرام، فأوقفت سيارتي وعقدت الإحرام من مكاني وبقيت أمشي مسافة ليست بالقصيرة إلى مكة. يا أخي، الميقات واضح ولله الحمد، الميقات هو الوادي، الميقات هو الوادي، فإذا أحرمت قبل الوادي من جهة الشرق أو على ضفته من جهة الغرب، هذا هو الميقات، من ضفة الوادي شرقا أو غربا. أما إذا تعديت الوادي فإنك تعديت الميقات، فيكون عليك فدية. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لماذا لم يوكل الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه أن يسوق الهدي ويحج متمتعا عليه الصلاة والسلام؟ حتى لو وكل، حتى لو وكل فهو سائق للهدي، حتى لو وكل فهو سائق للهدي، سواء ساقه بنفسه أو وكل عليه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل ورد في السنة فضل في توفير شعر الرأس وحلاقته في الحج؟ نعم نعم، الأفضل أنه في العمرة يقصر، المتمتع، المتمتع الأفضل أنه يقصر في العمرة لأجل يوفر الحلق للحج، هذا هو الأفضل، لأنه لو حلق في العمرة ما بقي شعر للحج يحلقه. نعم. لكن في شيء غريب، بعض الجهال أو بعض أصحاب المذاهب المنحرفة يحلق بعض رأسه للعمرة ويخلي بعضه الآخر للحج، وهذا حرام، هذا القزع، القزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا إما جهل وإما عن اعتقاد باطل. نعم، فينبغي التنبه لذلك. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الأشواط الأولى يجب فيها الرمل؟ ومن لم يفعل ماذا عليه؟ يا أخي، كررنا وقلنا ما هو بواجب الرمل، سنة، سنة مستحب، وإذا لم يرمل فطوافه صحيح. نعم، لأنه ترك سنة ولم يترك واجبا. نعم. أحسن الله إليك. يقول: أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هل يحرم الصيام فيها على الحاج فقط أم على الجميع؟ على جميع المسلمين، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله كما قال صلى الله عليه وسلم، لكنه رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم الثلاثة، قوله تعالى: وصيام ثلاثة أيام في الحج، ولقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران.
والرخصة تدل على أن الأصل التحريم، على أن الأصل التحريم، لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء محرم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: شخص اعتمر ومعه ابن له يبلغ من العمر 5 سنوات، ولم يكمل هذا الطفل العمرة ورجعوا إلى الرياض، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان الطفل 7 سنوات هذا مميز، إذا كان نوى العمرة، نوى الإحرام بالعمرة، يلزمه الإتمام، يلزمه إتمام العمرة. فإذا كان ما كمل العمرة يلزم والده أن يجنبه محظورات الإحرام لأنه ما زال محرما، ويعود به إلى مكة فيكمل مناسك العمرة لأنه ما زال محرما، نعم، حتى يكمل مناسك العمرة ولو جاء إلى الرياض أو إلى غيره. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز للمتمتع أن يقدم سعي الحج بعد أن يطوف ويسعى سعي العمرة، وبعد أن يتحلل من العمرة يأتي بسعي الحج؟ لا، لا يجوز هذا. المتمتع يسعى بعد طواف القدوم، المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، ولا يقدم السعي على الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم السعي على الطواف. ما عهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم السعي على الطواف إلا بعد طواف القدوم كما مر بكم، بعد طواف القدوم، لأنه طواف مشروع فيجوز السعي بعده، أما تقديمه في غير هذه الحالة فلا يجوز، وإن أفتى به من أفتى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كان عليه الحج، لو كان السعي جائزا قبل الطواف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به عائشة لما حاضت، قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولم يروى أنها سعت قبل الطواف، لم يرد هذا، ولو كان هذا جائزا لأمرها أن تسعى قبل الطواف. نعم. أحسن الله إليك. إذا كان عليه الهدي فأين يذبحه؟ وهل تنتهي؟ إذا إيش؟ يقول: إذا كان عليه الهدي، أيه؟ فأين يذبحه؟ الهدي يذبحه في مكة، يذبحه في ميناء، يذبحه في ميناء أو في مكة أو في أي مكان من الحرم، بشرط أن لا يهدره ويتركه. يذبحه في أي مكان من الحرم بشرط أن لا يهدره ويتركه، بل يوزعه على المحتاجين ويأكل منه. نعم، ما هو بشرط أنه يذبحه في ميناء، لو يذبحه في مكة في مسالخ مكة، أو يذبحه في العزيزية، أو ذبحه في العوالي، أو ذبح في أي حارات مكة، ما في بأس، لكن ما يذبحه خارج الحرم، فلا يذبحه في عرفة ولا يذبحه خارج الحرام، إنما يذبحه داخل الحرام بشرط أن لا يهدره. نعم. يقول أيضا: هل تنتهي مدة الذبح بانتهاء شهر ذي الحجة؟ مدة الذبح يا أخي تنتهي، ذبح الهدي، هدي التمتع والقران، تنتهي بنهاية أيام التشريق، مثل الأضاحي، تنتهي في غروب الشمس من اليوم 13 من أيام التشريق، وليس بعدها ذبح. أما هدي الجبران اللي هو فدية عن ترك واجب أو فعل محظور، فهذا لا يتحدد في أيام التشريق، بل له أن يذبحه في شهر ذي الحجة أو بعد شهر ذي الحجة، ما يخالف. اللي هدي جبران هذا يذبحه في أي وقت تيسر له. نعم، لكن بشرط أن يكون في مكة، يوزع على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم من تحلل التحلل الأول بفعل واحد فقط من الثلاثة؟ أخطأ في هذا، ولكن نظرا إلى أن بعض أهل العلم يقول بجواز، مثل صاحب المغني وغيره يقول بجواز هذا،
فنقول أخطأت، ولكن لا تعود لمثل هذا، خلك مع الأحوط ومع الأكثر من أهل العلم، لا تأخذ بالشواذ. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل صيام 7 أيام بعد الرجوع مباشرة أم لا بأس بتأخيرها؟ لا بأس، تصومها في الطريق أو تصومها عند أهلك، ولا بأس أن تصومها متتابعة أو متفرقة، لا بأس. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم من نسي ركعتي الطواف؟ نسي؟ نعم. حتى لو تعمد، لو تعمد وتركها ما عليه شيء، لأنها سنة ما هي بواجب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تقبل اليد إذا لم يتمكن إلا من استلامه باليد؟ إذا مسح بها الحجر يقبل يده، يقبل ما مسح به الحجر، أما إذا أشار إليه فلا يقبل يده. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل شرب ماء زمزم بعد الطواف بالكعبة أو السعي سنة؟ نعم، استحب لمن طاف وسعى للعمرة أو طاف وسعى للحج أنه يذهب ويشرب من ماء زمزم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول: من سبق له الحج متمتعا أكثر من مرة وأراد الحج وقال أريد أن أنوع بين النسك وأحج مفردا، فهل هذا هو الأفضل في حقه خاصة أنه هو الأيسر؟ الأفضل التمتع دائما وأبدا، ويجوز الإفراد ما يخال، لكن الأفضلية التمتع مستمرة حتى لو حج أكثر من مرة، فإن التمتع أفضل دائما. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل هناك دعاء مشروع لمن أراد أن يسعى على يصعد على الصفا والمروة؟ نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا واستقبل البيت وهلل الله ووحده، ثم دعا، رفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا الله، ثم نزل وذهب إلى المروة وفعل فوق المروة مثل ما فعل على الصفا، يهلل الله ويكبره ويحمده، ثم يدعو بما تيسر له، يدعو بما فتح الله عليه من الأدعية. نعم. فالدعاء فوق الصفا سنة. نعم. وكذلك فوق المروة سنة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ألا يكون الإشعار نوعا من التعذيب للدواب، حيث أن نصوص الشرع الأخرى تدعو إلى الإحسان؟ نعم، كرهه من كرهه من العلماء لهذه العلة، قال أنه تعذيب، ولكن الصحيح أنه مثل الكي للوسم، ومثل يجوز للحاجة، ولو كان فيه نوع من الإيلام فهو يجوز للحاجة، الحاجة الراجحة، مصلحة الراجحة، نعم، تذهب ما فيه من كراهية. نعم. فهو لم يفعله عبثا، فإنما فعله لحاجة، مثل الوسم ومثل الكي للمرض وغير ذلك، جوز. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من اشترى هديا للتمتع ثم سرق هديه بدون تفريط وليس معه ما يشتري به من هدي جديد، فماذا يلزمه؟ خلف الله عليه، عليه أنه يصوم، عليه أنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ينكر بعض الطائفين على من قام يصلي عند المقام حينما يزدحم المطاف، فهل يسوغ هذا الإنكار؟ نعم، إذا كان يترتب على الصلاة عند المقام إضرار بالطائفين، فالطائف مقدم على المصلي، الله جل وعلا قال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فقدم الطائفين، إذا كان فيه إضرار بالطائفين فلا يجوز له أن يصلي عند المقام، يروح يصلي في مكان آخر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ذكرتم أن الهدي من بهيمة الأنعام وهي البقر والغنم والإبل، فهل يدخل الجاموس ضمن بهيمة الأنعام؟ هل يدخل إيه؟ الجاموس. الجاموس نوع من البقر. نعم، نوع من البقر. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: سمعنا بقول بعض أهل العلم عن جواز صيام العشر عند الرجوع إلى الأهل لمن لم يتمكن من الصوم في مكة. وهو كذلك، نعم، إذا فاته صوم 3 أيام في الحج فيصوم 10 متتالية عند أهله مثلا أو في الطريق. نعم، بعض أهل العلم يقول عليه فدية عن فوات الوقت، يصوم 10 ويتصدق ويذبح فدية أو يطعم 10 مساكين، ولكن الصحيح أنه يصوم فقط ولا عليه غير الصيام. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل من السنة أن يسوق المتمتع الهدي من الميقات؟ هل من السنة أن يسوق المتمتع الهدي من الميقات مثل القارن؟ هنا نعم، السنة أن يسوقها من الميقات، هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمكن، وإذا ما أمكن وشراه من الطريق خارج الحرم كذلك. أما ما يساق من الحرم يشرى من ميناء أو من، فهذا لا يمنع من حلق الشعر، ما يمنع، إنما الذي يمنع هو الذي يأتي من خارج الحرم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. فلو أن الحاج شرى هديه من عرفة لا يحلق حتى يذبح هديه، أما لو شراه من ميناء فله أن يحلق قبل أن ينحر هديه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا أنوي أداء فريضة الحج هذا العام إن شاء الله. نعم. أنا إيش؟ يقول: أنا أنوي أداء فريضة الحج هذا العام إن شاء الله، وأود أن أكون متمتعاً ومعي أطفال، فهل يحجون متمتعين مثلي أم يجوز أن يحجوا مفردين وأنا متمتع؟ اتبع الأسهل عليك، إن كان الأسهل عليك أنهم متمتعون هذا أفضل، ويكون عليهم مثل ما عليك، وإن كان الأسهل أنك تحرم بهم مفردين فلا بأس بذلك، أو يأخذون عمره فقط ولا يحجون، أو لا يحجون ولا يحرمون لا بحج ولا عمره، اتبع الأسهل عليك في هذا ولا تشق على نفسك. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يكبر ويحمد الله 3 مرات عند بداية السعي قبل قراءة الآية؟ يبدأ بالآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يكبر ويهلل الله ويكبره ويحمده ثم يدعو. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز لبس ما طلي بماء الذهب مثل الخاتم والساعة والقلم؟ للرجل لا، ما يجوز له لبس الذهب ولا شيء فيه ذهب ولو كان يسيرا ولو طلا، هذا لا يجوز للرجال. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لدي ضعف في لثتي ومرض، فأخبرني الطبيب المسلم أنه لا بد من وضع مادة عازلة بين السن واللثة، لكنها من الخنزير وليس لها بديل يقوم مقامها، فهل آذن له بذلك؟ هذا ما يجوز إلا عند الضرورة، إذا أنك مضطر. الله جل وعلا يقول: إلا ما اضطررتم إليه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عنه، إذا كان بلغت الضرورة فلا بأس، أما إذا كان ما في ضرورة فلا يجوز عنه. نعم. أنت تحصل الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.